لكن من ناحية المبدئية والقانونية، هل قادر عبد السلام اليونسي أنه يلغي القرار ويطعن في القرار ويواصل رئاسة الفريق إلى غاية يوم 21 يوم الانتخابات؟ ما هو إفكتيف مو نحن تو ساعات نحكيو على الاستئناف، هل أنك عندك الحق في الاستئناف ولا لا؟ وبعد نحكيو دلوتيفيتي دو لابيل، هل ما الفائدة من الاستئناف؟ هل أنك في الاستئناف عندك حظوظ أنك تربح الملف ولا لا؟ أنا حسب قراءتي المتواضعة والبسيطة رأي أن ما فماش حظوظ، باش ما نقولش حظوظ منعدمة، ما مجرد أنه يربح في الوقت شنو يربح ما فماش حاجة باش يربح. وتاثر اذا كان الوضع هذا نجم المنازل كان يضر النادي الافريقي، دونك مادام فما ناس موجوده وفما التفاف حولهم وفما معناتها مسانده ليهم من طرف الجماهير اللي هي قاعده وفي ريال مدريد قاعده تقوم معناتها بالنفخات ولا ناس معناتها تتزوج كل واحد في طريقه باش يدعم فيها النادي اللي يبيع في مليون النادي الافريقي اللي يدعو في الاحباء باش يتنافس باش يجيبوا الرسيو نتاع صب البنك هذه ولا صب البنك هذه، لانه في كل الحالات الكل ماشيه لحساب النادي الافريقي. دونك هذا اليوم الوضع كما قلت لك، حتى نرجع لمناقشه قرار لجنه الانتخابات، راه لجنه الانتخابات الهيئه المديره للنادي الافريقي هي طلبت منها التعهد بالمسار الانتخابي وتعهد في البدء في وضعيتها القانونيه. استاذ النادي الافريقي في الاول ما احتجش عليها، دونك هذاك علاش القرار نتاعها يعتبر قرار قانوني، لانه اليوم ما نحكيوش كان على الفراغ برك، راه لازم نحكيو تعهد على التقصير. التقصير منين جاي؟ جاي من معالم المعين فراغ التسييري، مش الفراغ الفيزيك مو معناتها معاش ثم اعضاء، حتى ما ثمش شكون يقوم بشؤون النادي اليوميه والشؤون النادي الحياتيه تقريبا. استاذ حسب علمي انه حتى في صوره اللجوء الى التعقيب او الطعن صح التعبير في هذا القرار، بشق على اللجوء الى هيئه الاستئناف التابعه للجامعه التونسيه لكرة القدم اللي هي في نهايه الامر هي التي اتخذت هذا القرار. لا هو اللجنه المستقله، اللجنه المستقله للانتخابات لجنه مستقله منتخبه ماهيش تحت وصايه الجامعه التونسيه لكره القدم. لا لمن سيذهب للاستئناف؟ لشكون باش يمشي باش يطعن؟ الاستئناف كثير، اللجنه الوطنيه للاستئناف اعضاء منتخبين من طرف النوادي ولا تخضع لسلطه ولا لولايه الجامعه التونسيه لكره القدم، هم زوج لجان مستقلين يشتغلون بطريقه مستقله، والجامعه ليست لهم اي وصايه او ولايه عليهم. بعد باش ننظر في الملف، ننظر كيما حكيو ننظر فيه من الناحيه القانونيه من حيث النصوص المنطبقه من حيث الوقائع والملفات اللي موجوده. دونك باش ترجع بالنظر للجنه الوطنيه للاستئناف كهيئه استئناف للقرارات الصادره عن الهيئه المستقله للانتخابات، وبطبيعه الحال انا نتوقع معناتها بنسبه تقريبا 99.99 باش يتم اقرار القرار الصادر عن اللجنه الهيئه المستقله للانتخابات.